ولنقاش ملف المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن المحامي والمتخصص في الشأن الأمريكي دكتور خالد الشمري. أهلا بكم دكتور. اهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه شكرا للفضائيه الفلسطينيه على استضافتي، واحيي كل العاملين في الفضائيه. شكرا لك دكتور. ما حظوظ كل من بايدن وترامب في الساعات القادمه في ظل تواصل الفرز في عدد من الولايات؟ في تقدم بايدن، لكن لدى ترامب حظوظ يعني ليس مستحيلا ولكن من الصعب، ولكنه يحقق الآن حسب آخر استطلاعات تقدما بفارق قليل في الولايات المتأرجحة خصوصا، وسيلجأ إلى المحكمة العليا في حالة يعني فوز بايدن بنسبة قليلة في آخر الولايات. ما مدى إمكانية حسم النتائج الليلة خاصة بعد تأخر الإعلان عنها؟ لا يمكن حسم نتائج الليله، لان هناك ولايات اعلنت، مثلا ولايه نيفادا اعلنت انها سيواصلون الفرز غدا، وهناك ولايات على يوم الجمعه. فاتوقع انه اخر شيء لجا اليه الرئيس ترامب هي الانتخابات تحولت من الى معارك قضائيه، فبالتالي سيكون هذا فتره اطول على حسم النتائج، ثم الصوت يعني تطول أسابيع. في هذا السياق والحديث عن اللجوء إلى القضاء، ترامب كان في كلمته أمس أكد أنه مطمئن للنتيجة وأن النتائج تؤكد أنه سيعود للبيت الأبيض. ما مدى صحة تصريحاته حيال التلاعب بالأصوات والتزوير؟ بالحقيقة هناك مؤشرات تدل على التزوير، وفي حالة وجود دليل يعني دلائل واضحة على التزوير، من حق المحكمة العليا التدخل في بعض الولايات، ولكن يجب أن يكون الفارق قليلا، أقل من 2% تقريبا، ويجب الطعن بعد إعلان النتائج. كان ترامب أكد أنه سيتجه للمحكمة العليا لوقف التصويت في بعض الولايات أو حتى وقف فرز الأصوات. ما الحالات التي يمكن للمرشح اللجوء فيها للقضاء، وما صلاحيات القضاء في هذا الشأن؟ بالحقيقة هو ترامب لجأ إلى المحكمة العليا في إيقاف يعني اصوات البريد، ونجح في ذلك، لقد توقفت في بنسلفانيا، لكن هناك تضارب في الاراء بين اعلام الحزب الجمهوري واعلام يعني الحزب الديمقراطي. يعني القنوات الامريكيه المؤيده للحزب الديمقراطي تقول انه المحكمه العليا رفضت ايقاف يعني تجميع الاصوات، ايقاف العمليه كلها. لكن يعني هناك بعض المصادر من مركز يعني الاختراع قالوا ان في بنسلفانيا توقفت مؤقتا جمع اصوات بناء على المحكمه العليا، ولكن رئيس ترامب لجا الى هناك اربع دعوات قضائيه في اربع ولايات او خمسه. هناك خبر ان قاضي جورجيا رفض دعوه واستأنف فرز الاصوات. لماذا شكلت أصوات البريد أزمة لدى المرشحين، وقد تقود إلى أو قادت أصلا إلى احتجاجات في عدد من الولايات؟ لأنها مثيرة للجدل بسبب فيروس كورونا، هو السبب الرئيسي في إدخال هذه الميزة التي لا يطمئن لها ترامب، لأنها سهلة في تزوير الأصوات يعني، والمؤشرات تدل على أنه هناك تزوير، لأنه في بداية عد الأصوات قفز بايدن قفزة كبيرة، لأنه في بداية الفرق كانت للأصوات البريد، فتقدم بايدن في كل الولايات وكانت هناك فقاعة ديمقراطية.
تحت أي إطار يندرج حزب أو حجب وزارة العدالة أو وزارة العدل الأمريكية التي قامت بحجب 27 موقعا إلكترونيا تابعا للحرس الثوري الإيراني؟ نعم، بدأت الجيوش الإلكترونية ليس فقط في مواقع الإلكترونية الإيرانية، وإنما في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وأيضا تويتر حجب وقيد تغريدات للرئيس ترامب. وأيضا هناك أربع مواقع إيرانية مؤثرة في أمريكا وتؤثر بشكل مباشر على الجماهير الأمريكية يعني، ومرموقة وكانت منحازة إلى الحزب الديمقراطي وبايدن. ويعني وزارة حسبتها لأنها يعني تدخل خارجي بالشأن الأمريكي. الحديث عن إيران أيضا يقودنا على السؤال عن بقاء ترامب، وإن كان سيشكل تغييرا في السياسة الأمريكية حيال إيران، أو وصول بايدن للسلطة سيؤثر على الملف الإيراني وتعاطي واشنطن معه. نعم، الرئيس ترامب يعني تيار الرئيس في الحزب الجمهوري في آخر فترة بدأ يشد الخناق على اقتصاديا على إيران، على النظام الإيراني وأزمة العقوبات ووزارة الخزانة الأمريكية. يعني بدأوا يشدون الخناق ما بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخزانة، بينما تيار يعني بايدن متساهل مع إيران ومتحالف، ونجد ذلك التأييد في الإعلام الإيراني والصحف الإيرانية مؤيدة لبايدن. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الشمري المحامي والمختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.